اهلا بيكم سحور جديد من سحورنا في عيش وملح. بقالنا شويه ماشيين متعودين ان احنا دايما عايزين نحط حاجه فيها بروتين، برغم ان احنا بعدنا خالص خالص السنه دي عن الفول والبيض بشكل البيض بتاعه، لكن ما زلنا بنحاول. طبق الفول اساسي وبطل ومحدش هيزحزحه، احنا بنعمل اللي يبقى جنب الفول او بديل الفول يوم ما تزهقوا من الفول. فبنعمل حاجات دايما هنختار يكون فيها بروتين، تكون حاجات بدائل شويه للفول من ناحيه ان هي بروتين، من ناحيه ان هضمها مش سهل قوي، وتكون متغيره ويعني زي ما توقعنا ولاحظنا رمضان السنه دي بجد رمضان سهران، يعني رمضان سهران، كل حاجه ممتده للساعات الاولى من الفجر لغايه السحور، والناس سهرانه والصيف مخلي الناس ملمومه واغلب الناس اجازات، الجامعات خلصت والمدارس خلصت وكله بقى في حالة كده ايه استرخاء شوية، وده اللي مدي كمان رمضان طعم خاص قوي. ولان لما يصادف ان رمضان يبقى في صيف بتحلو بقى ايه النقنقة، وعشان كده احنا اغلب الوقت احنا عاملين حاجة احنا مش عايزين ناكل، يعني ناكل على الفطار وبعدين ناكل على السحور والوقت ضيق قوي، فاحنا بعد الفطار اللي يعني ما بنقدرش يبقى تقيل كمان، لانه غصبا عننا طول مده الصيام بتخلي الواحد لما بيجي يفطر بيشبع بسرعه قوي قوي وما بيقدرش ياكل كتير، فبيبقى مطلوب ان بعد كده حبه يعني شويه بشويه شويه بشويه عايزين ناكل في ال8 ساعات دول حبه حبه نقنقه، هي ده وقت النقنقه، نقنقه بنقنقه. وهنستمر احنا في النقنقه، واحد البروتينات النباتيه او البروتينات اللي يعني لما ما نعملش فول نبقى بنعملها هي المشروم، ونقنقه لطيفه قاعده قصاد التلفزيون بايدينا كده، قاعده في بلكونه، زياره في جنينه وفي سطح، في قعدات كتيرة اليومين دول بقى الناس ايه بقى مشغلة بقى القعدات الخارجية، الناس كلها سهرانة عند بعضها، والجو بالليل بيبقى حلو قوي. يعني انا ملاحظة ان الناس بقى في ناس كتير اعرفها حاطة التلفزيون في البلكونة ومدياها بقى يعني مسلسلات في البلكونة، فهذه الاجواء اللطيفة محتاجة مننا النقنقات اللي احنا بنعملها دي. المشروم بقى عايزينه هنشوحه، بعمل كل حاجة بزيت، لكن أول ما يجي المشروم أحول على طول إن لازم أحط زبدة، حتى يعني لازم، ولا حتى سمن، يعني المشروم من الحاجات اللي بتحليه قوي الزبدة، فأنا حاطة زيت وآدي حبة زبدة، مش عايزة حاجة تطرطش، وطاسة لازم تبقى سخنة. المشروم زيه زي اللحمه، مش هينفع انزله في طاسه بارده، عايزه طاسه سخنه، علشان الشطاره بقى اللي يخلي طعم المشروم ده حلو، ان المشروم ما ينزلش معايا ميه خالص، مش عايزين المشروم يدبل، بينزل ميته بيبقى كده، بيبقى زي الجلده، بيبقى يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بيجلد، بيجلد، لو الميه اللي فيه نزلت بيبقى حاجه كده كأن بناكل جلد، فاحنا عايزين الميه ما تنزلش، وبالتالي نتاكد ان الطاسه حاميه بما فيه الكفايه اهي، والزبده ساحت هايل، طيب. ايه تاني بنراعيه واحنا بنطبخ مشروم؟ اول حاجه ان الطاسه هتكون سخنه جدا زي ما اتفقنا، تاني حاجه ان احنا مش هنحط عليه ملح خالص دلوقتي خالص، هنحط عليه لو عايزين، لا مش لو عايزين، لازم نحط عليه، هو المشروم بيحب الزبده والفلفل، الفلفل الاسود بنكتره والزبده بنكترها شويه، الاثنين دول بيخلوا المشروم يبقى طعمه حلو، طبعا ده زائد انكم تكونوا جايبين اوريدي مشروم نوع حلو. والفلفل خشن يعني كتير قوي في المشروم بالذات بتفرق. هايل، انا شامه ريحته خلاص. طيب ادي عملنا حاجه نقنقايه خفيفه. معليين، هعلي اكتر. طيب ايه تاني هعمله في هذه النقنقه؟ هحط عليه تومتين مش كتير وحته بصل. مش هاخد البصله دي كلها لانها كبيره. بس كده، يلا قليل من البصل، هي اكيد هيحلي الطعم اكيد. وبعدين عايزين ايه تاني؟ تومه او تومتين على حسب ما اللي ما يعطشناش. الريحه حلوه قوي 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 بجد، او يمكن عشان انا بحب ريحه المشروم يعني هي محببه ليا انا، بس هو مطلع ريحته وريحته فعلا انا بحبها جدا. ادي الثوم اللي بسيط مش كتير. طيب بسرعه عايزه اضيف فلفل، وهضيف ايه تاني؟ ضيفوا طبعا الخضار اللي بتحبوه. انا عايزه اضيف فلفل وعايزه اضيف جزر. مش عايزاهم صغيرين قوي، عايزاهم حجمهم لايق مع حجم حتت المشروم، مش تتبيله يعني. وهنا دايما الفلفل لو قطعناه من الناحيه اللي فيها الجلده ما بيرضاش يتقطع معانا. حلو كده. اوبس، ادي الفلفل يلحق ياخد تشويحه. الله، حلو قوي قوي. الريحه بتبين الطعم. بصوا بقى الحته، انا عايزاكم تشوفوا الحته دي اللي هي اللي عامله الريحه اللي بقت بني دي اهم. هنا دول كده اللي اخد اللون البني قوي ده هو اللي عامل كل الريحه الحلوه اللي احنا فيها. ناقصنا ايه؟ حطينا، نراجع، حطينا ثوم، حطينا بصل، وحطينا فلفل. انا هحطهم كلهم دلوقتي مع بعض كده اهو. خلاص، عايزه في الاخر احط جزر، عايزه يفضل بيقرش فمش عايزه احطه بدري ولا حاجه اهي. يعني مش مطلوب ان الفلفل هنحبه شويه يستوي، لكن الجزر مش عايزينه يستوي، يا دوبك كده يتبل حاجه بسيطه. وايه كمان؟ طيب ادي الجزر، اخر حاجه هحطها قبل ما اطفي، وده قبل ما اطفي مش دلوقتي، يعني اخر حاجه عايزاها وانا جايه اطفي اروح. الله، لا والله مش بهزر، معلش وانا قعدت كل شويه اقول الله بس عشان عجباني. اخر حاجه هحطها دلوقتي عايزه بقدونس. فين البقدونس؟ اهو، دول حبه بقدونس حلوين. وخلاص نطفي بقى. خلصت الشغلانه كده. احنا كده اخر حبه بقدونس. تمام، ونغرف ونطلع فاصل ونرجع. بعد ما نرجع من الفاصل هنعمل الاكله التانيه البسيطه قوي قوي، الخفيفه قوي قوي، اللي هي نقنقايه قوي قوي، وهتبقى الجبنه المشويه. جبنه ايه؟ جبنه حلوم مشويه، جبنه عكاوي مشويه، جبنه موتزاريلا تمشي مشويه، جبنه تستحمل الحراره وتبقى حلوه لما تتشوي. بعد الفاصل.